ولمتابعة الأوضاع وتأثيرها بشكل كبير على الصعيد السياسي في منطقة الشرق الأوسط. يسعدنا أن ينضم إلينا السيد أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. سيد أمجد، بعد التحية، كيف تقرأ الأوضاع، وخاصة ربما أن في ظل الحديث عن رفض إسرائيل بكل المقاييس وقف الفوري لإطلاق النار أو دخول حتى أي اتفاقيات، والاستمرار في التعنت الإسرائيلي لضرب مواقع بعينها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ أولا مساء الخير. مساء النور. من الواضح تماما حتى في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية اتخذ يوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي صعد من عدوانه بشكل كبير جدا واستهدف مختلف مناطق قطاع غزة، وكان هناك الكثير من الضحايا والشهداء الذين سقطوا جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي، وأيضا استمر الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء قطاع غزة وبشكل أخص إلى منطقة غزة والشمال، حيث هناك عملية عسكرية كبيرة تجري في منطقة جباليا، وأيضا اجتياح مدينة رفح كما يحدث الآن من عملية تصعيد وقصف مختلف مناطق مدينة رفح. الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويسعى من أجل تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وكذلك إدامة هذه الأزمة إلى أكبر فترة ممكنة، وترك تأثيرات هي الأخطر وهي غير مسبوقة في أي صراع كان. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في انتهاك المواثيق والاتفاقات الدولية بشكل فج وواضح. اليوم للأسف الشديد نحن نشهد فشلاً للمجتمع الدولي في طاقة دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام هذه الاتفاقيات، ونسجل سواء سابقا بمعنى الكلمة في انتهاك خطير لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. المجتمع الدولي هو الذي يجب أن نطالب اليوم بالإجابة على سؤال، أما أن نكون أمام عالم يحترم القانون والنظام، وإما يفرض قانون الغاب الذي تحاول إسرائيل فرضه على الأرض. ونحن نؤكد على أهمية ما يحدث الآن من انتفاضة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح رافضة طبعا الأوضاع، ولكن السؤال الآن أن حتى برغم تصريحات المؤسسات والمنظمات الدولية أن هناك تصريح الأونروا بعدد النازحين يتخطى حوالي 900,000 شخص نازحين، إلى أي مدى بتجد أن هناك بالفعل ضغط من قبل هذه المنظمات للوقف الفوري لإطلاق النار، أو هناك ضرب بكل المواثيق الدولية والأعراف الدولية عرض الحائط؟ عملية النزوح هي الأكبر. هناك حسب يعني تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، نحن نتحدث عن 75% من سكان قطاع غزة هم من النازحين، ومنهم من نزح عدة مرات، يعني هناك أسر نزحت 5 مرات تقريبا في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. ربما نحن الآن في مرحلة هي الأصعب منذ بداية هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. معظم شعبنا الفلسطيني الآن هم من النازحين. منطقة وسط قطاع غزة اليوم، وهي منطقة صغيرة نسبيا، يتواجد فيها من 1,200,000 لمليون و300 ألف نسمة، معظمهم في مراكز الإيواء أو في خيام منتشرة في مختلف المناطق في ظل ظروف إنسانية صعبة. نعم نعم سيد أمجد، إذن يعني يبدو أن هناك الجميع يعني... نعم سيد أمجد أسمعك جيدا، تفضل. يعني الجميع يعلم واقع اليوم الوضع الصحي، هناك فقط مستشفيات قليلة جدا من تعمل بضغط عالي جدا واكتظاظ كبير جدا من المرضى والجرحى، وهناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. حتى الوقود الذي يدخل هو يدخل بالقطارة، وهو نحن نتحدث الآن عن القطاع الصحي، وفي ذات الوقت نتحدث عن أيضا محطات تحلية المياه التي بدأ جزء منها يتوقف بسبب عدم توفر الوقود لتشغيل هذه المحطات، بمعنى العطش والجوع ووضع صحي متردي. بالإضافة للقصف، الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة الإبادة، ونذكر بالتدابير العشر التي
اقرتها محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي. صحيح، محكمة العدل الدولية نفسها وهي... نعم، محكمة العدل الدولية وهي أعلى نعم. هيئة قضائية عالمية، يعني برغم إقرارها بالوقف الفوري لإطلاق النار، ولكن يبدو أن هناك تعنت إسرائيلي واضح. هل تدعم ربما يعني الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية برغم كل تضارب التصريحات السياسية التي قد تحاول أن تظهرها بشكل أو بآخر لرغبتها في الوقف إطلاق النار في المنطقة؟ بالفعل، يعني حتى محكمة العدل الدولية وأيضا مدعي محكمة الجنائية الدولية الذي طلب من المحكمة والدائرة التمهيدية في محكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه حتى في ظل هذه التوجهات وهذه القرارات، حتى الاحتلال الإسرائيلي يضرب بها الحائط، وكذلك الإدارة الأمريكية التي بدلا من أن تضغط دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام هذه القرارات وهي أعلى هيئة قضائية في العالم، يحاول الإدارة الأمريكية اليوم فرض عقوبات نعم. على محكمة الجنائية الدولية. نحن أمام مرحلة صعبة جدا بالفعل، وهنا نتوجه طبعا كل التقدير للجهود المصرية التي تبذل من أجل الضغط لوقف هذا العدوان وتسهيل دخول المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني، وأيضا العمل باتجاه كل السبل من أجل التخفيف من وضعية الحال التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. هناك منحى خطير للغاية وبات يؤثر، نحن نتحدث عن شهداء يسقطون جراء المجاعة، جراء سوء الوضع الصحي في قطاع غزة، ونتحدث هنا أيضا عن مرضى وجرحى بحاجة ماسة للخروج خارج قطاع غزة لتلقي العلاج في ظل الدمار الذي تعرضت له المنظومة الطبية ونفاذ الأدوية والمستلزمات، وخاصة مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج فوري. هناك من يستشهد ويقضي بصمت في ظل هذه الظروف. ونؤكد أيضا على انتشار الكثير من الأوبئة والأمراض في ظل الأجواء الحارة، وأيضا الوضع البيئي والكارثة البيئية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. نؤكد مرة أخرى صحيح. على ضرورة وقف فوري لإطلاق العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات بشكل فوري وتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا الفلسطيني. سيد أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شكرا جزيلا طبعا على وجودك معنا والإفادة طبعا بالأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.